وصلنا للجزء اللي هو بتاع معلش الصوت العربية بتاعت الايس كريم هنا هيبقى جامد عليكم. جزء اللي هو فيه المظاهرات او اللي هم المتظاهرين بيتجمعوا دلوقتي، هم قدام البيت الابيض، وش البيت الابيض من الناحية الثانية. احنا كنا في ظهر البيت الابيض لما كنا صورنا بدري، احنا هنا في وش البيت الابيض. طبعا الطريق مقفول، البوليس قافل الطريق، احنا مستنيين بس نعدي الطريق واوريكم من على القرب النظام هنا. داخلين المنطقة اللي فيها المظاهرات او تجمع المظاهرات فيها. طبعا دلوقتي بيك بيزنس، بيك بيزنس، الناس على العربية هنا بيبيعوا اكل وشرب، والاكل عربية الاكل اهي، وبيعملوا عاملين طبعا عاملين، طبعا كاتبين حاجه طبعا من الارض. هم كاتبين ايه في الارض؟ كاتبين ايه في الارض؟ انا مش عارف هم كاتبين في الارض. هم طبعا قافلين يا سودس، لما كان بيكتبوها كان شفتهم من الناس اللي كانت طبعا قافلين المحل ده. في طبعا المتظاهرين كاتبين على الخشب المقفول بيه، ملونينه بالاسود ومكاتبين عليه، كاتبين حاجه بالاصفر، انا طبعا مش قادر اميزها. ده كده كتابة على فكرة، كتابة اللي في الأرض دي. وطبعا بيك بيزنس دلوقتي بالتيشيرتات بالماسكات بكله، بيك بيزنس. طبعا الموظفين ماسكين ال اليوبك. كاتبين حاجات بالاصفر يا جماعه في الارض، انا مش قادر اميز الكلمه، فممكن احاول اجيبها لكم من على النت واكتبها لكم. كاتبين ايه؟ Black lives matter، البتاع السودا دي Black lives matter. اهي انتوا شايفينها طبعا استعراضات و مدير، يعني هما ايه واخدين يعني حقهم في التظاهر بمعنى اصح. ما دام تظاهر سلمي خلاص ليك الحق تعمل كل اللي انت عايزه. استعراضات طبعا. كاتبين على العمارة في كل اليخت السودا دي Black Lives Matter، كل حتة، وعلى العمارة بالبتاع الكبير في البونت العريض هنا.
حاجات في الارض كتيره قوي. يعني انا مش واخد بالي كاتبين ايه في الارض. هنا مكتوب بوليس ديبارتمنت. وادي التلفزيون بيصور عادي. بصوا التلفزيون بيصور. طبعا هنا هم ظاهرين بدأوا يعملوا حاجات غريبة. يعني واحد طلع فوق الإشارة كاتب Black Lives Matter فوق الإشارة. ناخدين بالكم الناس. طبعا هي big يعني هنا big business طبعا بالنسبة للناس اللي هي ايه ما تصدقوا يلاقوا حاجة زي كده ويبيعوا بقى. سموا الشارع ب Black Lives Matter Plaza Northwest. هو شارع 16 غيروه حطوا دي. ده هم اللي حطوها على فكرة يا جماعة. كاتبين Black Lives Matter هنا هو. ارد يا اخويا ارد. واحد تاني هناك اهو. ده الطريق في الابيض. احنا صورنا بقى في الابيض من ورا من الظهر. ده من قدام طبعا حافلينه. هنا في حفلة عاملينها ما عارفش مين عاملها. نوع معين من الناس عاملين حفلة هنا. لابسين أبيض. غيروا اسم الشارع معنا صح. الاثنين اللي هم على لو انتوا بصيتين مداخل كده big sign والناس المنظرين عامل بتاع. طبعا احنا جنب البيت الابيض في وش البيت الابيض الرسالة اهو. هذا البيت الابيض يا جماعه اللي ماريانو الفين ماردولا طالعين قدامي. البيت الابيض اهو من قدام. الناس بالاعلام باليوفت. ثاني المظاهرات بدات. داخلين على البيت الابيض. مظاهرات بدأت يا جماعة الساعة 7:10 دلوقتي. مظاهرات بدأت.
قاعد اتكلم يا جماعه بس هم يعني بصوا شايف البوليس هناك واقفين. انا ما اعرفش العالم المرفوع ده العالم ايه. Whose house is our house? شارع مين؟ شارعنا كلنا. البيت مين؟ بيتنا احنا. هات البيت الابيض. The White House, البيت الابيض اهو. والخلاصه طبعا فوق. فوتوغرافرز والفيديوغرافرز واليوتيوبرز والناس كلها هنا كلها بالكاميرات وال انا همشي بقى واسيبهم مع البيت الابيض والمظاهرات وكده. انا لعلمكم احنا ما عارفينش ان في هتبقى في مظاهرات يعني. بس مين فين؟ ممكن فين مظاهرات؟ هو خرج في حته زي كده دي هنا؟ ممكن. بص البوليس واقف بص واقف ازاي؟ واقف اه عشان ما بيعملوا ايه فوق ال بيطلعوا فوق بيعملوا ايه مش فاهم. اه ده عايزين يحطوا مريان خايفه يا جماعه. انت فوق المصر ما يضمنش ايه اللي ممكن يحصل. ممكن Let's go. طبعا في كل حته عاملين احتفاليه وكلام وعلى الارض كاتبين كلام. والبيت الابيض من ورا اهو. كل حتة احتفالية يعني عاملين زي نظام احتفالية في كل حتة. هم قافلين الشارع ده اللي هو مودي على البيت الأبيض. البيت الأبيض من قدام مش من ورا. في زي حائط كده في حاجات طبعا كلمات وأشعار وحاجات على الحيطة هناك. الان مش عايزين يجوا معايا عشان صورها. داخلين على الشارع طبعا. هنا الشارع مقفول. هم حطوا فين؟ بصوا كل حته كل حته تيشيرتات بتتباع ايس كريم. ناس هو بيزنس معنا صح. كل واحد واخد له ركنيه كده وبيبيع الحاجات. في ماسكات بتتباع. التلفزيون بيصور ما شاء الله. تابع القناه. هو انا مش عارف يعني كاتبين بوليس هنا هي من تحت. طبعا في هنا بيوزعوا الحاجة ببلاش يا جماعة. Unbelievable. بيوزعوا الحاجة ببلاش. Free sandwich, free stuff. العايز free. شايفين؟ هنا كانت حفلة
العماير كلها طبعا اتقفلت وحاطين الخشب. طبعا اغلب التيشيرتات المكتوبه هنا بلاك ماتر، حتى الطوب الصغير هتلاقيه في الارض. الناس بالكاميرات والعاملين الشارع طبعا هنا كان احتفالية كبيرة. طبعا احنا جينا في الاخر والماسكات كمان، الماسكات اللي تتباع مكتوب عليها Black Lives Matter، يعني unbelievable. في ايس كريم الشرك فود شرك كل الناس لابسة Black Lives Matter، بيتباع طبعا وعليها صورة جورج فلويد اهو والماسكات. طبعا انا مش قادر اميز المكتوب في الارض، فانا ممكن اجيبها من هي مكتوبة متهيألي لايف او مش فاهم، يعني مش عارف بالظبط مكتوب ايه في الارض، فانا هحاول اجيبها من النت اشوف ايه بالظبط مكتوب عليها. الناس كلها دلوقتي هم بدأوا متهيألي بدأوا يمشوا. انا كده ايه طالعين من بره المكان خلاص وهنمشي. يعني كل اللي اقدر اقوله لكم ان هم قافلين الشارع والبوليس هو اللي بيحميهم، يعني البوليس هو اللي بيحميهم وجايبين يعني جايبين افريكان امريكان بوليس عشان يحميهم. يعني شايفين حتى هنا حطوا في اسمه بتاع دي كانت حلقتنا على السريع عن يوم مع يعني حاجة على السريع او الشارع اللي هو مقفول قدام البيت الابيض، المظاهرات اللي قدام البيت الابيض. وان دمتم في صحة وخير وسلام وامان، ومن هنا اقول لكم سلام.